بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم متابعين الموقع الإلكتروني سانسان نيوز. نحن هنا بنقطة تفتيش للشرطة بالداموس. معنا رئيس مصلحة أو قسم في محافظة الغابات سيد جمال ليعطينا أكثر تفاصيل حول العملية التحسيسية التي انطلقت اليوم. وهذه العملية التحسيسية فيما يخص حرائق الغابات وحرائق محاصيل زراعية على كل حال لا يمنا كما يقولوا احنا كاع الفاعلين مصالح الامن بمختلف اسلاك الحمايه المدنيه مصالح الفلاحه البيئه والمجتمع المدني. وهذا اليوم واش اللي قمنا به هي عمليه حساسيه اللي تكون عندها ان امباكت فعاليه قبل ما يكون الحريق. نحاولوا يعني بقدر استطاع نوصلوا ميساج لنو كونسيتويان باللي لي زانسوندي فوري راهم يمثلوا سكو نابينا ريسك ماجور قادر يهدد المواطن ولا يهدد السكنه تاعهم، لان اغلبيه ولايه تيبازا متكونه من 28 ولايه بلديه منها 14 بلديه كلها ريفيه. دونك المناطق الغابيه راهي معمره بسكان الارياف وللحرائق كل سنه راهي كما نقولوا حنايا تاثر بزاف على البيئه وتحافظ على المحيط اللي يعيش فيه المواطن. انتم كمحافظه الغابات الحمله التحسيسيه هذه خصصتوها لكامل بلديات الولايه دوائر الولايه ولا خصصتوها يعني منطقه على حساب منطقه ولا؟ احنا درنا كما نقولوا احنا دراسه، احنا نقولوا باللي الجهه الغربيه لولايه تيبازا متضرره اكثر من تضرر 68% من الثروه الغابيه متواجدها في الجهه الغربيه. ولهذا انطلقنا من تيبازا خيرنا المناطق يعني الحساسه لولايه تيبازا منها كما نقولوا احنا الشنوا منها شرشال الجهه الغربيه لارهات قولايا واليوم رانا في الداموس وذروق رانا في الداموس باش يعني نقولوا باللي الولايه تاعنا عندها كما نقولوا احنا طابع غابي سياحي وبالتالي المواطنين راهم يجيو بزاف في الصيف لهنايا ونحاولوا كما قلنا خاصه وحنا في خلال الفتره الصيفيه رانا داخلين الفتره الصيفيه واغلبيه كما نقولوا احنا تاع المواطنين ما اللي راهم يجيو ما يعرفوش كما نقولوا حنايا استغلال منطقي. وهذا الدور تاعكم يعني التحسيس يدخل في اطار التحسيس للمصطافين بصفه عامه. اكيد هذه هي ومادام بينا نحميو وكان هناك تجاوب من طرف المواطنين يعني. اكيد يعني راكم تشوفوا يعني ناسيونال 11 الطريق الوطني رقم 11 فيه بزاف لي زوزاجي دو لا روت دونك بوكو دو سيتوايان كي يستعملوا الطريق هذه ولا بريفيري باش نديروها باش نوصلوا الميساج تاعنا. شكرا. هو اخر كلمه وزعتوا يعني مطويات، شفناكم وزعتوا مطويات على السائقين والراكبين يعني حتى الراجلين يعني مطويات هذه يعني تشرح كيفيه اكيد المواطن لما يدي هذيك المطويه على بالنا بلي ما يرميهاش يديها للدار ولادو يقراوها وسهله ما فيهاش يعني صعوبه القراءه ولا الفهم تاعها باش تكون عندها ماشي غير المواطن يشتكي يديها عندها ان امباكت بوزيتيف على الاولاد والانفستيسمون راهي فيهم ونتمناو ان شاء الله كما نقولوا حنا لو ميساج ان شاء الله ان شاء الله. شكرا يعطيكم الصحه. تعرف كيفي بالله ثاني انت ما تكونش سبب باش شوف ديال 14 اي حمايه مدنيه الولايه اللي تكون فيها ما نكون انا في تلس لعيت 14 كل موسم باسكو انا كي راضي كي نرفع هنا شوف النار في تلس تعيط لي انا ها دوك دير 14 تجيب تاع الحمايه دير 17 تجيب لابوليس هكا 15 48 تجيب لابوليس ولا 17 ولا 55 راس الترمير معناتها اي مصلحه امنيه وتدخل. Thank you.